السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وفي اتم الصحه ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غادي نوجدوا واحد الطبق اللي كيجي رائع بالحوت. تابعوا معايا الفيديو الاخير باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. هنا بالنسبه للمقادير كمكونات عندي غنبداو بالعطريه اللي هي سكنجبير، عندي الملحه، الابزار، فلفل احمر وتحميره، عسل حامض، وعندي بوزروق، عندي شامبينيون، بطاطا وزيت زيتون، كروبيت، بويرو مقطع، الحط البيض وجلبانه وثومه ومعدنوس، وعندي المحار. هادو من المكونات اللي غادي نقدمهم مع الطبق ديالي. غندوزو دابا باش نوجدو الحوت. اول حاجه غنبدا بها هي واحد المقيله. مهم هنا نعدي المقيله اللي وضعتها فوق النار. كنوضع زيت الزيتون واحد الكميه اللي غنطيب فيها داك الحوت الابيض. يعني ممكن تستعملوا اي حوت ابيض، مرلوطه، اي حاجه هبرت على الحوت. هنا وضعت ثومة، وضعت هاد البويرو الصغير اللي قطعته دوائر، كيجي مع الحوت رائع، يعني تيتواتر بزاف مع المذاق تاع الحوت. هنا غنوضع هاد القطع تاع الحوت اللي عندي. كناخذهم بحال هكايا، يعني مكونجيلين، يعني مقطعين دوائر. كنخليهم واحد شويه يتقلاو. وهنا في مقله ثانيه غادي نوضع داك البزروق اللي طبيعه الحال نغسلو مزيان ونقيه من الفوق. وضعته في شويه تاع زيت الزيتون، وضعت عليه شويه الملح وشويه الابزار. غنضيف ليه معدنوس واحد الكميه. وضعت ليه حتى الثومه. وبطبيعه الحال فاش نقرب نطفي عليه غادي نزيد عليه زيت عسل الحامض. كنخليه غير شويه، هو اصلا راه في ساعه كيطيب. هنا كندوز المقيله اللي وجدت قبيله. غادي نقلب هذاك الحوت، كتشوفوا معايا بشويه تنقلبوا. يعني الطبق تيجي زوين وسهل، ما صعيبش بزاف، وتيوجد في وقت قليل. المهم انا هنايا من بعد ما قلبته غنتبلو. كنتبلو بالملحه، بالابزار، وغندير عليه شويه تاع سكنجبير
شوية تاع الفلفل الأحمر تحميرة، هنا عندي بطاطا اللي قطعتها دوائر كنضيفها على هاد طقم الحوت، هذا ممكن تستعملوه في الطاجين الا بغيتو تستعملوه بوحدو بلا اي اضافات، ممكن تستعملوه في الطاجين كيجي المذاق رائع وزوين. غادي نضيف الجلبانه، كنحاول نوزعها على المقيله باش وغنضيف عليها معدنوس، انا غندير شويه تاع الفلفل الاحمر فوق من هاد البطاطا، وضفت شويه تاع العصير تاع الليمون، هنا غنضيف واحد شويه تاع الماء اللي غطي فيه هاد المريقه، صافي غادي نسد عليها المقيله، غادي نغطي عليها وندوزو باش نكملو المراحل. هنا كيف ما كتشوفوا معايا في مقيله واحده اخرى درت زيت زيتون، غندير داك بلح البحر كيف ما كتشوفوا معايا، غير كديروه يعني غير شويه كيتحل، غادي نتبلو بملحه والابزار وشويه العسل الحامض وشويه معدنوس، صافي كنخليه واحد 5 دقائق ولا 7 دقائق حتى كيطيب، وغندوزو دابا نوجدو الكروبيت نفس الشيء في المقيله، كندير زيت زيتون ومليحه والابزار ومعدنوس وعسل الحامض، صافي كتكون هذه هي المراحل اللي كنديرو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما طاب لي الحوت صافي كنطفي عليه وندوزو دابا باش طبق التقديم. هنا كطبق تقديم انا فرشت واحد البلاطو، فرشت ليه شلاضه، هذا الروز كنت سلقتو درت فيه غير شويه الملحه والابزار وشويه الهريسه الثومه وشويه معدنوس، صافي غير تبلتو غير بهاد التوابل، هو اللي غادي نقدم كمرافق لهاد الطبق ديالي. كيف ما كتشوفوا معايا انا غادي وضعتهم في هاد التزليفات الصغار، المهم انا هنا غادي نزرب شويه الفيديو، المهم غادي ندير هاد الشلاضه كنوضع على شكل ورده اللي غنوضع في الجناب تاع البلا يعني في اليديه تاع هاد الصينيه اللي حاطه فيها، غادي نوضع فيهم الروز في الوسط. اول حاجه غادي ناخذ هذاك الحوت ونوزعه في الطبسيل ديالي بحال هكا، المهم انا كنفضل ندير طبق واحد نحط فيه كل شيء بشكل جميل باش حتى مولاي الدار تعجبهم الاكله اللي كنحضر، كنحاول يعني نوضعها بواحد شكل جميل. المهم انا وزعت هذاك الحوت وهذيك المريقه، انا عندي شامبينيون اللي تاهما وضعتهم في المقيله مع شويه الملح والابزار وزيت الزيتون، هنا غادي نوضع الرز في الجناب. من بعد ما وضعت الرز كيف ما كتشوفوا غادي نحاول نزين الجناب تاع البلا بهاد بوزروك،
مهم الطريقة راه واضحة و كان هذا هو الطبق سعد النهار. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، فعلا تيجي رائع. المذاق تيجي زوين تاع الحوت، والتقديم كنتمنى يعجبكم. الى عجبكم فيديو تاع النهار ما تنسونيش من اللي جام. الى اللقاء.